زي ما تابعنا مع حضراتكم طبعا، يعني زي الأغنية دي كانت من احتفالية افتتاح طريق الكباش. والحقيقة انه اللي احنا شايفينه من المشاهد الإيجابية جدا اللي احنا شايفينها في العيد ده، انه ناس كتير جدا قررت ان هي تتفسح وتشوف، تروح تشوف متاحف وتروح تكتشف وتستكشف بلدها. هي انه الفسحه والعيد، فسحه العيد في مصر مش بس حدائق وملاهي، كمان بيكون في اقبال كبير جدا زي ما بقول لحضراتكم على المناطق الاثريه والتراثيه، وده اللي تابعناه العيد ده، وده اللي ظهر من خلال زياده اعداد المصريين لمعابد الاقصر خلال عيد الفطر. وهنتكلم على معابد الاقصر تحديدا، عشان كده معانا دكتور مصطفى الصغير مدير عام اثار الكرنك والمشرف على طريق الكباش، عشان نتعرف منه على نسب الاقبال والاعداد الكبيره اللي زارت المعابد والمناطق السياحيه خلال ايام العيد. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. اهلا، صباح الخير استاذ جمانه، صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير يا دكتور، سنه حضراتكم طيبين وكل الساده المشاهدين بخير ان شاء الله. وحضرتك بخير يا فندم. يعني لو في البدايه اتكلمنا عن نسب الاقبال اللي زوار اللي زاروا المعابد خلال ايام عيد الفطر المبارك. هو طبعا يعني في واضح في اقبال ملحوظ على زياره المواقع الاثريه في الاقصر وتحديدا معابد الكرنك وطريق الكباش في خلال فتره عيد الفطر. ده طبعا ناتج على ان في ناس كتير طبعا كانت مهتمه بزياره الاثار، ومهتمه طبعا ان هي تشوف المعابد و يعني تزورها في الاقصر يعني بشكل ملحوظ. الحمد لله. الحمد لله. عظيم. كان في سياح يا دكتور موجودين؟ بالتاكيد، يعني هي يمكن نسب الزياره زي ما هي بالنسبه للاجانب والبرامج بتاعتهم، بالعكس يمكن هم شاهدوا ان في يعني اعياد وفي طبعا فعاليات خاصه بتجرى في اجواء مختلفه في مصر من دول يعني وكده. طب يا فندم، يعني لو تكلمنا كمان عن ابرز الجنسيات اللي تصدرت اعدادها من السياح يعني لزياره المعابد، وبالنسبه للمصريين كان في اعداد كبيره؟ بالتاكيد، يمكن المصريين فعلا كان في اعداد ملحوظه، هو بس يمكن تاثرت شويه ببعض ارتفاع درجه الحراره، ولكن يمكن بالنسبه لليومين دول في السنه لا، هو طبعا واضح ان في زياده ملحوظه في الاعداد بالنسبه لزياره المصريين. بالنسبه للاجانب في طبعا جنسيات مختلفه اوروبيه، في طبعا يمكن ابرزهم من اوروبا الشرقيه، في موجود منها نسب موجوده في الجنسيات الاسبانيه، في امريكا الجنوبيه، ودي طبعا يمكن اسواق جديده فتحت وطبعا بتحرص على زياره الاثار في مصر بشكل كويس جدا خلال الفتره الحاليه. طيب دكتور مصطفى، كل ده ما بيجيش غير بخطه ترويج كويسه. ايه خطه الترويج بتاعتنا، وفي نفس الوقت ازاي هنستغل هذا المشهد، الاعداد الكبيره من المصريين والاجانب اللي كانوا موجودين وبيقضوا العيد في معابد الكرنك، ازاي نقدر نستغل حاجه زي دي في الترويج اكتر كمان للمناطق الاثريه والتراثيه في مصر؟ بالتاكيد، هو يمكن وزاره السياحه والاثار لا تقل جهدا في دايما زياده اعداد الزوار والسائحين والاهتمام بالمواقع الاثريه. يعني مثلا احنا كان في عندنا طبعا تم تشكيل غرف عمليات يمكن في اواخر ايام رمضان لمتابعه المواقع الاثريه، وطبعا يعني الاهتمام بكل المواقع والحرص على ان ما فيش اي تحصل اي مشاكل، اي تاثيرات سلبيه ولا اي حاجه زي كده بالنسبه للزياره. كمان في عندنا احنا يمكن تسويق مهم جدا جدا، يعني احنا خلال فتره الصيف في مبادره عاملاها وزاره السياحه والاثار اللي هو صيف في الصعيد، اللي هي هيبقى كل الزوار بيدفعوا ثمن تذاكر الطلبه سواء كانوا مصريين او اجانب، كنوع من انواع التشجيع لكل الناس ان هي تيجي تزور المناطق الاثريه في صعيد مصر بالكامل. يمكن برضو على وجه الخصوص في اهتمام اكثر ببعض المواقع، زي مثلا في معابد الكرنك عندنا طبعا معروف ان هو واحد من ضمن اكبر المعابد المتاحه للزياره لذوي الاعاقه، فبالتالي يمكن برضو في اهتمام كبير على النقطه دي، في تطوير بالنسبه لمسار الزياره الخاص بالمعاقين، وحتى برضو العاديه الزياره العاديه برضو موجوده ومتاحه بشكل كبير جدا. يمكن خلال الفتره الحاليه كمان احنا بنعمل تطوير كبير جدا في معابد الكرنك وفي الترميمات وعمل اللوحات الارشاديه، تقديم الخدمات للزوار بشكل كبير جدا
فيمكن في اهتمام كبير جدا من الوزاره بالاعداد السائحين وبالناس اللي بتيجي خلال الفتره دي. دكتور مصطفى، يعني يمكن قبل ما نبدا مع حضرتك المكالمه دي، تابعنا مشهد من الاحتفاليه العالميه طبعا لافتتاح طريق الكباش بحضور سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. عايز اعرف من حضرتك نسب معرفه السياح بطريق الكباش بعد هذا الافتتاح تحديدا، وعايز اعرف كمان من حضرتك يعني ايه الجديد اللي بيقدم للسياح هناك؟ يمكن احنا ما كناش متوقعين الصراحه يعني الاقبال ده على طريق الكباش، ان احنا مثلا متوقعين ان هو من بعد افتتاح الطريق والاعلان عنه وظهوره للزياره يعني وكده، لكن كنا فاكرين طبعا ان شركات السياحه عقبال ما تعمل البرامج بتاعتها ونستقبل فيها الزوار ده ممكن ياخد له وقت، لكن احنا يمكن وجدنا عكس كده، لان طبقا لمراجعه اعداد الزياره وجدنا ان في ناس كتير جدا من جنسيات مختلفة على مستوى العالم بعد ما شهدت الاحتفالية بتاع طريق الكباش، لا كانوا حريصين جدا ان هم يزوروا طريق الكباش وياخدوا فيه المسار كله. احنا بنتكلم على حوالي يمكن اجمالي اطوال 2700 متر، وكان متاح جزء مثلا في معبد الكرنك وجزء معبد الاقصر كان ممكن السائح يكتفي بيه، لكن في ناس كتير جدا منهم كانوا مهتمين ان هم ياخدوا الطريق كله من اول معبد الكرنك للاقصر او العكس. طبعا يمكن طريق الكباش احنا يمكن زودنا فيه حاجات كتير جدا، معلومات ارشاديه، بيشوفوا طبعا الاكتشافات الحديثه اللي بتحصل حتى وقتنا هذا في الطريق، لان طبعا افتتاح الطريق مش معنى كده ان العمل الاثري انتهى فيه، ولكن بتبقى متعه كبيره جدا للسائح ان هو يشوف اعمال الحفار قدام عينيه، يشوف اعمال الترميم. احنا مؤخرا لسه يمكن مرممين ثلاث او اربع تماثيل في منتصف الطريق جداد جدا لسه طالعين وركبناهم وعملناهم. في طبعا فعاليات ثقافيه كتير بتتعمل على الطريق من ساعه افتتاحه، وواضح ان في اهتمام كبير حتى من اهالي يعني المجتمع المحيط ودي نقطه مهمه بالطريق. جدا يعني مهتم جدا جدا بيه، وبنلاحظ ان في كتير جدا بيعملوا فعاليات ثقافيه على جانبي الطريق على الجنبين بشكل يمكن واضح فيه المشاركة المجتمعية واهتمام المجتمع نفسه بالطريق بعد افتتاحه. عظيم. دكتور مصطفى، أسعار التذاكر بتكون عاملة إيه؟ وهل بيكون في زيادة في العيد ولا لأ؟ تيسيرات كمان على الناس عشان تحجز التذاكر؟ لا، بالنسبة لأسعار التذاكر بالنسبة للمصريين ما حصلش أي زيادة، يمكن أغلب المواقع بتتراوح يمكن التذكرة الكاملة ب 30 جنيه وتذكرة الطلبة ب 10 جنيه. عظيم. وإن شاء الله في خلال فترة الصيف طبعا هيتم الدخول كله بطلب بأسعار تذاكر الطلبة اللي هي هتكون في الغالب ب 10 جنيه، فطبعا لم تحصل أي زيادة في أسعار التذاكر خلال فترة العيد، بل بالعكس يمكن الوزارة حريصة على الزيارة وال يعني تخفيف الرسوم على الناس المصريين وكده، وبالتالي هيبقى قريبا إن شاء الله يبقى كل فترة الصيف هيبقى كل الزوار باسعار التذاكر اللي هي للطلبه اللي بتتراوح المصريين حوالي 210 جنيه. ان شاء الله يا فندم. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مصطفى الصغير مدير عام اثار الكرنك والمشرف على طريق الكباش.